طيب تعالى بقى ندخل في معادله مهمه جدا، وده بدايه الشغل بتاعنا. زي ما خدنا هابس، فاتوره الكهرباء يا شباب بتجيني بالقدره اللي هي بالباور ولا بالطاقه اللي هي الانرجي؟ ايه الفرق بين الانرجي والباور؟ حد يعرف ايه الفرق بين الانرجي والباور؟ وبالتالي لازم تاخد تعريف الانرجي، هي الاماونت اوف باور ايذر كونسيومد اور بروديوس. والحته دي مهمه جدا. اوفر تايم يعني ايه الكلام ده؟ هي الطاقه المستهلكه او المنتجه خلال زمن. خلال احنا لما بنعمل السورس يبقى احنا بنعمل ايه؟ بروديوس، بننتج، جنريت، جنريتور. طب لما احنا نركب الحمل على بطاريه يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل استهلاك او بنعمل كونسيوم. وانا كاتب لك اهو الانرجي از ميجرد ان وات اور او كيلو وات اور، وخلي بالك الكيلو وات اور از ذا يونت ان اور الكتريسيتي بيل. يبقى انت لازم تبقى عارف من دلوقتي لما باجي اشوف فاتوره، الفاتوره دي ديبند على الزمن اللي تم تشغيل فيه الاحمال، ولا هو هيعرف ازاي؟ يعني انت اصلا في بيتك، في البيت عندك، احنا في الشتاء اهو، ولا واحد مشغل تكييفات، صح؟ او لو مشغل واحد تكييف سخن 1% مثلا. في الصيف لا، كله مشغل تكييفات. طب انا دلوقتي لما اجي احسب التوتال باور ولا انرجي عشان اعمل لك مثلا بطاريه تكفيك السنه كلها او هربطك في الشبكه، عايز اعرف استهلاكك. يبقى ده ديبند على ان الحمل ده القدره بتاعته كام واشتغل كام ساعه. اشتغل كام ساعه في عدد الايام، في عدد مش عارف الايام في السنه، اقدر اعرف المتوسط السنوي لاستهلاكك بايه؟ بالكيلو وات اور. يبقى حساباتنا هتبقى ايه في الطاقه الشمسيه؟ كيلو وات اور، يعني احنا بنشتغل بايه؟ الانرجي. زي هنا بيقول لك لو انا عندي بلب لمبه يعني 40 واط بتبقى شغاله لمده 10 ساعات، يبقى ما تقدرش انت تقول لي اللمبه دي تمام 40 واط وتسكت. لازم تقول لي انت مشغلها كام ساعه، وبالتالي حساباتي كلها هتبقى على الوات اور. يبقى لو شغاله 10 ساعات يبقى 40 في 10 ب 400، لو افرض شغاله 20 ساعه يبقى 40 في 20 مش عارف ب 800، الوضع اختلف. افرض انك شغالها ساعه واحده، وهكذا بقى. لو عندي انت بتحسب بقى كل الاحمال، المراوح، الفلات، بتحسب الكمبريسور بتاع التكييف، بتحسب الكشافات، بتحسب السوكت، بتحسب كل واحده وتشوف الزمن اللي انت بتشغل فيه هذا الحمل لمده كام.